جوان، ازيكم عاملين ايه؟ انا معاكم النهارده ميس ماي. هنشرح حرف جديد من حروف اللغه العربيه. قبل ما نشرح حرف اللغه العربيه عندي قصه صغيره جدا هنشرحها سوا مع بعض، حلوه قوي قوي نسمعها. كان يا مكان كان في ولد جميل قوي 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 اسمه محمد. محمد كان له اخت جميله قوي اسمها مريم. مريم ومحمد كانوا اتنين اخوات وكانوا بيحبوا قوي المدرسه بتاعتهم، علشان كان في معلمه جميله قوي قوي بيحبوها وهي بتحبهم. عارفين يا كيجي وان المعلمه بتاعه محمد ومريم بتحبهم ليه؟ علشان هما كانوا شاطرين وبيسمعوا الكلام، وكانوا كل المعلمين بيحبوهم في المدرسه عشان هما شاطرين وبيسمعوا الكلام. في يوم من الايام زي كل يوم صحى محمد ومريم بدري علشان يروحوا المدرسه بتاعتهم. اول ما صحوا لقوا ماما عامله لهم فطار حلو قوي قوي. قالوا لها يا ماما انت عامله لنا فطار ايه؟ قالت لهم انا عامله لكم حاجه انتوا بتحبوها جدا. قالوا لها ايه؟ قالت لهم انا عامله لكم مربى مشمش. مربى ايه؟ مشمش. وكمان ايه عطياكم في اللانش بوكس معاكم؟ ماوس. ان ماما عامله لهم الحاجات اللي بيحبوها، كانوا بيحبوا مربى المشمش والموز جدا جدا. وراحوا المدرسه، وبعد ما خلصوا المدرسه بتاعتهم محمد ومريم رجعوا البيت، غيروا هدوم المدرسه، ومحمد نزل صلى مع بابا صلاه العصر في المسجد. صلى الصلاة في المسجد، وبعد ما خلص رجع لقى مريم بتساعد ماما في المطبخ وبيعملوا الغداء. لقى ماما عامله له أكل حلو قوي قوي قوي. عارفين كانت عامله له إيه يا كيجوان؟ كانت عامله له ملوخية. عارفين طبعا كلنا الملوخية جميلة قوي قوي. محمد قال لها الله يا ماما ده أنا بحب الملوخية قوي قوي قوي. قالت له أنا عاملاها علشان أنت بتحبها. قعد محمد ياكل الملوخية بالملعقة بتاعته وقعدوا اتغدوا. وخلصوا الغداء كله بتاعهم وكانوا شاطرين. ماما قالت لهم خشوا ذاكروا، وبعد ما تخلصوا المذاكرة بتاعتكم العبوا. محمد ومريم دخلوا يذاكروا ويراجعوا الحاجات اللي أخدوها في المدرسة. وبعد ما خلصوا محمد قال لمريم انا هدخل العب باللعبه بتاعتي اللي جابها لي بابا. قالت له هتلعب بايه يا محمد؟ قال لها هلعب بالمسدس. قالت له الله انا نفسي اشوف المسدس بتاعك. قال لها تعالي شوفي المسدس بتاعي. مريم اخذت المسدس بتاع محمد قعدت تلعب بيه، وهي بتلعب بيه المسدس وقع منها في الارض. زعلت قوي قوي قالت له يا محمد المسدس وقع. محمد بيبص على المسدس بتاعه لقى ان هو اتكسر وفضل منه الحته الصغيره دي. قعد زعلان جدا جدا جدا. ماما قالت له انت زعلان ليه؟ قال لها يا ماما مريم اخذت المسدس بتاعي علشان تلعب بيه وراحت وقع منها فاتكسر فبقى شكله عامل كده. قالت له ما تزعلش انا هجيب لك واحد جديد غيره، بس انت عارف المسدس لما وقع واتكسر في الارض بقى شبه حرف هناخده في اللغه العربيه اسمه ايه؟ ميم. اسمه ايه يا كيجوا؟ ميم. اسمه ايه؟ ميم. اهو عندي حرف الميم. يبقى النهارده عندنا حرف جديد في اللغه العربيه اسمه ميم. اسمه ميم. حرف الميم يا كيجوان من الحروف اللغة العربية اللي بتمسك في ايد اصحابها. طبعا احنا عارفين ان حروف اللغة العربية في حروف بتمسك في ايد اصحابها، وفي حروف ما بينفعش تمسك في ايد اصحابها عشان هي ما عندهاش ايدين تمسك بيها. الميم عندنا النهاردة من الحروف اللي بتمسك في ايد اصحابها. طيب هيبقى شكله عامل ازاي يا كيجوان في اول الكلمة؟ شكله عامل كده اهو، دائرة دائرة صغننة صغننة، ألف 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 ألف، وأرجع تاني وأفرد إيديا على السطر في أول الكلمة. طب وفي نص الكلمة؟ هيبقى هو هو، أطلع سنة صغننة فوق السطر وألف ألف 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 ألف، أخبط في النقطة بتاعتي وأطلع سنة وأفرد إيديا على السطر. طب وفي آخر
على السطر وانزل رجلي كده علشان اصحابه ما يقعدوش. حرف النهارده بتاعنا اسمه ايه؟ ميم. اسمه ايه يا كاجوان؟ ميم. طيب يا كاجوان، احنا عارفين ان حروف اللغه العربيه ليها اصحاب. حرف الميم برضو ليه اصحاب كتير قوي قوي قوي، في منهم قلناهم في الحدوته وفي منهم ما قلناهم. زي ايه اصحاب حرف الميم؟ عندي ميم، مشمش، ميم، مشمش، ميم، موز، ميم، موز، ميم، ملعقة، ميم، ملعقة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا معاكم النهارده من اسماعيل. هنشرح حرف جديد من حروف اللغه العربيه. قبل ما نشرح حرف اللغه العربيه، عندي قصه صغيره جدا هنشرحها سوا مع بعض، حلوه قوي قوي، نسمعها. كان يا مكان كان في ولد جميل قوي 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 اسمه محمد. محمد كان له اخت جميله قوي اسمها مريم. مريم ومحمد كانوا اتنين اخوات، وكانوا بيحبوا قوي المدرسه بتاعتهم علشان كان في معلمه جميله قوي قوي بيحبوها وهي بتحبهم. عارفين يا كيجوان المعلمه بتاعه محمد ومريم بتحبهم ليه؟ علشان هما كانوا شاطرين وبيسمعوا الكلام، وكانوا كل المعلمين بيحبوهم في المدرسه عشان هما شاطرين وبيسمعوا الكلام. في يوم من الايام زي كل يوم صحى محمد ومريم بدري علشان يروحوا المدرسه بتاعتهم. اول ما صحوا لقوا ماما عامله لهم فطار حلو قوي قوي. قالوا لها يا ماما انت عامله لنا فطار ايه؟ قالت لهم انا عامله لكم حاجه انتوا بتحبوها جدا. قالوا لها ايه؟ قالت لهم انا عامله لكم مربى مشمش. مربى ايه؟ مشمش. وكمان ايه عطياكم في اللانش بوكس معاكم؟ ماوس. محمد ومريم كانوا مبسوطين ان ماما عامله لهم الحاجات اللي بيحبوها، كانوا بيحبوا مربى المشمش والموز جدا جدا. وراحوا المدرسه، وبعد ما خلصوا المدرسه بتاعتهم محمد ومريم رجعوا البيت، غيروا هدوم المدرسه، ومحمد نزل صلى مع بابا صلاه العصر في المسجد. صلى الصلاة في المسجد، وبعد ما خلص رجع لقى مريم بتساعد ماما في المطبخ وبيعملوا الغداء. لقى ماما عامله له أكل حلو قوي قوي قوي. عارفين كانت عامله له إيه يا كاجوان؟ كانت عامله له ملوخية. عارفين طبعا كلنا الملوخية جميلة قوي قوي. محمد قال لها الله يا ماما ده أنا بحب الملوخية قوي قوي قوي. قالت له أنا عاملاها علشان أنت بتحبها. قعد محمد ياكل الملوخية بالملعقة بتاعته، بالملعقة بتاعته، وقعدوا اتغدوا. قعدوا اتغدوا وخلصوا الغداء كله بتاعهم وكانوا شاطرين. ماما قالت لهم خشوا ذاكروا، وبعد ما تخلصوا المذاكرة بتاعتكم العبوا. محمد ومريم دخلوا يذاكروا ويراجعوا الحاجات اللي أخدوها في المدرسة. وبعد ما خلصوا محمد قال لمريم انا هدخل العب باللعبه بتاعتي اللي جابها لي بابا. قالت له هتلعب بايه يا محمد؟ قال لها هلعب بالمسدس. قالت له الله انا نفسي اشوف المسدس بتاعك. قال لها تعالي شوفي المسدس بتاعي. مريم اخذت المسدس بتاع محمد قعدت تلعب بيه، وهي بتلعب بيه المسدس وقع منها في الارض. زعلت قوي قوي، قالت له يا محمد المسدس وقع. محمد بيبص على
عشان تلعب بيه وراحت وقع منها فاتكسر، فبقى شكله عامل كده. قالت له ما تزعلش، انا هجيب لك واحد جديد غيره، بس انت عارف ان المسدس لما وقع واتكسر في الارض بقى شبه حرف هتاخده في اللغه العربيه اسمه ايه؟ ميم. اسمه ايه يا فيجوا؟ ميم. اسمه ايه؟ ميم. اهو عندي حرف الميم، يبقى النهارده عندنا حرف جديد في اللغه العربيه اسمه ميم. اسمه ميم. حرف الميم يا فيجوا من الحروف اللغه العربيه اللي بتمسك في ايد اصحابها. طبعا احنا عارفين ان حروف اللغه العربيه في حروف بتمسك في ايد اصحابها وفي حروف ما بينفعش تمسك في ايد اصحابها عشان هي ما عندهاش ايدين تمسك بيها. الميم عندنا النهارده من الحروف اللي بتمسك في ايد اصحابها. طيب هيبقى شكله عامل ازاي في جوان في اول الكلمه؟ شكله عامل كده اهو، دائره دائره صغننه صغننه، الف 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 الف، وارجع تاني وافرد ايديا بالسطر في اول الكلمه. طب وفي نص الكلمه؟ هيبقى هو هو، اطلع سنه صغننه فوق السطر والف الف 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 الف، اخبط في النقطه بتاعتي واطلع سنه وافرد ايديا على السطر. طب وفي اخر الكلمه هيعمل ايه؟ هينزل رجليه، هينزل رجليه تحت كده علشان ايه؟ اصحابه ما يقعوش. اهو هاي، اطلع 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 سنه سنه سنه، والف الف الف، اخبط في النقطه وامشي امشي امشي على السطر وانزل رجليه كده علشان اصحابه ما يقفوش. حرف النهارده بتاعنا اسمه ايه؟ ميم. اسمه ايه يا كيجوان؟ ميم. طيب يا كيجوان احنا عارفين ان حروف اللغه العربيه ليها اصحاب. حرف الميم برضو ليه اصحاب كتير قوي قوي قوي، في منهم قلناهم في الحدوته وفي منهم ما قلناهم. زي ايه اصحاب حرف الميم؟ عندي ميم مشمش، ميم مشمش، ميم موز، ميم موز، ميم ملعقة، ميم ملعقة، ميم مسجد، ميم مسجد، ميم مركب، ميم مركب، ميم مهرج، ميم مهرج، ميم ماعز، ميم ماعز، ميم مروحة، ميم مروحة. كده يا كاجوال نكون خلصنا النهارده حرف الميم وعرفنا كل اصحابه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.